وأشار الفريق خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثالثة ببشار إلى أن دخول الجزائر في مرحلة انتقالية يعني تهديم أسس الدولة الوطنية للدخول في نقاشات إيديولوجية لا أول لها ولا آخر. لقد تبين الآن السبب الأساسي مما تعاني منه بلادنا من أزمة اقتصادية، وهو سبب تسيير في المقام الأول، أي أن المال العام كان بالنسبة لبعض المسيرين عبارة عن مال مشاع بل ومباح، يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب ولا مراعاة لثقل المسؤولية التي تحملون وزرها. فالمسؤولية بمعناها الواسع والشامل والصحيح هي الإبراء للذمة وإرضاء للضمير، وهي صفة يصبح من خلالها الإنسان أهلاً للالتزام بالمسؤولية ومدّ لها.